نبدأ بألف ليس خلقان. نسى أعطيك هدية. لا كذبت. أحسن. أنا سأقرأ الأزرق. وأنا سأقرأ الأحمر. حسنا. أنا سأساعدك. حسنا تفضل. ابدأ من حرف هنا. جاب أمرين. ب بر بردان. بردان. لا تبدأ من ألف. ليس بردان. بردان. إذا ألف لا نلفظها. نعم الألف لا نلفظها. ليس بردان. لا هذا ليس ألف المد. نعم إنه ليس ألف المد. إن الدال لديها فتحتان والألف يساعد الدال ليحمل فتحتان، فذلك لن نقرأ الألف. حسنا سنقرأها بردان. نعم وليس بردان فقط بردان. مفهوم مفهوم. أحسنت. إذا قلت مفهوم فسأعطيك هدية. حسنا شكرا. إذن أنا سأقرأ الزرقاء. هيا أقرأها. جمعا. لن أقرأ الألف. ليس جمعان. حسنا فقط جمعا. وأنا سأقرأ هذه في اللون الأحمر. إذن أنت أقرأ هذه. حب. لا حب ليس حب. حسنا حبلون. حبلون. أحسنت. والآن هذه الزرقاء من سيقرأها؟ أنا سأقرأها. حسنا هيا أقرأها. خسرين. أنت أفضل مني يا خالد. أنت أقرأ الحمراء. حسنا خل. لا قل. لا ليس خلقا خلقا. حسنا لن نبدأ بألف. ليس خلقان. أحسن. خلقا خلقا. إذن أنا أخطأت هنا في الفتحة. نعم أنت عملت الفتحة كسرة. قلت خي. نعم أنت قلت خلقا وهذا خطأ. خطأ. ثم ما هو صحيح؟ الصحيح يعني خلقا. آها شكرا لك يا بابا. نعم. أحسنت. أنا سأقرأ الزرقاء. نعم سبحا. ما شاء الله. أنا سأقرأ الحمراء هذه. إذن أنا سأعلمك. حسن. ابدأ من حرف سبق. لا سبقا. سبقا. أنت تقرأ من ضمتان. أنا قرأت من ضمتان. نعم القاف ليس لديها تنوين ضمتان، فقط القاف لديها تنوين فتحتان. تنوين فتح. نعم ليس تنوين ضم. حسنا هل أنت ستقرأ هذا اللون الزرق باللون الأزرق؟ نعم أنا سأقرأه. شأنون. ما شاء الله ما شاء. هكذا. وأنا سأقرأ هذه في اللون الأحمر. إذن أنا سأعلمك. ابدأ من حرف صو. أحسنت. صوبي. لا صب. صح أنا آسف. أنت أخطأت. أنا آسف. هل الباء ساكنة؟ نعم الباء ساكنة. انظر الذي فوق الباء لديها سكون. صب حن. صبحا. هل هكذا صحيح؟ نعم صبحا. أنت أقرأ الحمراء وأنا أقرأ الزرقاء وجدو يقرأ الحمراء الأخرى. حسنا اتفقنا يا جدو. توكلنا على الله. توكلنا على الله. بسم الله. من سيبدأ أنا باللون الأحمر؟ أنت أقرأ هذا. أنت. شكرا لك. شكرا. أحسن الله إليك. هيا من سيقرأ هذا اللون الأزرق؟ أنا. هيا أقرأها. إيه دي. ما شاء الله أحسن. وهنا اللون الأحمر من سيقرأها؟ جدو. حسنا هيا. بعد. أحسنت. بعد. إذن أنا سأقرأ هذه الزرقاء. هيا. بطشة. ما شاء الله. أحسنت يا خالد. ما شاء الله. والآن من سيقرأ هذه باللون الأحمر؟ أنا سأقرأها. نعم. سعى. لا خاطئ. سعيا ليس سعى. حسنا ما شاء الله. سعيا. ما شاء الله. ما شاء الله وكان. ما شاء الله. هيا أقرأ باللون الأزرق. كنت. ما شاء الله. أحسنت. أحسنت. دور جدو. ما هذه الكلمة؟ لست. أحسنت. ما شاء الله. أحسنت يا جدو. لست. من ساعتك هدية. ما شاء الله. ما شاء الله وكان. يلا أقرأ جدو هذه. بردا. أحسنت. ما شاء الله. فتح الله عليك إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وإذا قرأت كثيرا سأعطيك هدية. ما شاء الله كان. ما شاء الله كان. تبارك الله. تبارك الله. من سيقرأ هنا هذه الكلمة باللون الأزرق؟ أنا. هيا أقرأها. جمعا. ما شاء الله. والآن دوري. أنا سأقرأ هذه. حبال. إيه لا ليس حبال. ليس حبال. ما هي صحيح؟ صحيح ماذا هي؟ ح
حبل. ما شاء الله احسنت. ما شاء الله يعني حبل واحد خسرين. لا لا خاطئ، هذا خاطئ. خسرين هكذا. خسرين؟ نعم هذا الصحيح. شكرا. عفوا. فتح الله عليك يا بني. يجوز اقرأ هذه. خلق. لا خلقا. أحسن. ما شاء الله. ليس خلق. أحسن. 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 سبحا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا بس صعبة كمان. ليس صعبة. أنت اقرأ هذه. سباقا. لا خاطئ. سباقا. انظر على السين لديها فتحة. إذن هي س س صح؟ سبقا. ولا يوجد كسر على السين. إذا كانت السين لديها كسرة فحرفها سي. أنا آسف يا بابا، أنا آسف. تبارك الله. سبقا. أحسنت. أحسن الله إليك. سبقا. شأن. ما شاء الله. ما شاء الله. أقرأ هذه يا جدو. صبحا. أنا سأقرأ هذه. ذبحا. ما شاء الله. ما شاء الله. ذبحا. لأن موضع الألف لأنها لديها فتحتان. أي يعني هذا الألف تنوين. نعم يوجد تنوين فتح. تنوين فتح. طيب يعني هذا الألف ليس بألف للبعد؟ نعم ليس بألف المد. الألف يساعد الحال لرفع الفتحتان وذلك لا نمود الألف. فتح الله عليك. حسن ما سيقرأ هذه الكلمة؟ أنت. أنا حسنا. ممكن أن تعلمني؟ يمكن أن يعني أعلمك. حسنا هيا. كيف سأبدأ بقراءتها؟ انظر. حسنا. ابدأ من عبدا. عبدا. لا نبدأ الألف لأنها ليست عبدان. لا. فتح عبدا. حسنا. عبدا. ما شاء الله كان. ما شاء الله كان. فتح الله عليك. والآن هذه. أنا سأقرأها. حسنا حيا تفضل. عد عد عدنين. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله كان. ما شاء الله كان. لا يوجد ألف لأننا نقرأ من مثل عبد. اقرأ هذه يا جدو. عشر. أحسنت. أنا سأقرأ هذه الطويلة لأننا أقوى منها. ما شاء الله. ما شاء الله. فتح الله عليك. عصف. ما شاء الله. ما شاء الله. يا جدو اقرأ هذه. غرقا. أحسنت. ما شاء الله. وأيضا أنت اقرأ هذه. أنت اقرأ هذه يا بابا. أريني. أنا لا أستطيع قراءتها. ممكن أن تعلمني؟ غلبا. غلبا. أحسنت. ما شاء الله كان. لن نمد الألف. ليس غلبا. حسنا. فقط غلبا. ما رأيك أن نكتفي بهذا؟ أنا تعبت كثيرا. لا بأس. سوف يعلي الظلام بسرعة. حسنا. سنقرأ كثيرا؟ نعم. سوف يحل الظلام. ورطة. حسنا سحل. يلا سحل الظلام. هيا نقرأ بسرعة. أين جد خالد؟ عصيت يا ياب. تعال. جد خالد ذهب. ما رأيك عن عمه؟ نعم. تعال يا عمو. تعال يا عمو. عمو هيا تعال نقرأ الكلمات. يا عمو محمد. الآن إذا عمو محمد قرأ الكلمات بشكل صحيح سنحضر له هدية. حسنا. أنا أتفق لا يقرأ بشكل خاطئ. حسنا. اتفقنا يا عمو؟ اتفقنا. حسنا هيا. ما رأيك أن نختار له كلمات صعبة؟ لا بأس. لنختار له كلمات صعبة. حسنا هذه. حسنا هيا اقرا هذا. انت تقرا. يوسوس. انا كنت عم اجيها عشان شو ما اقرا بشكل صحيح ولا لا. اقرا هذه. علمني يا خالد. لا اقرا انت. اقرا. لا خليه يعلمني خالد. اذا ابدا من حرف ف. ف ق. ثق. لا ليس ثق. ثق. ثقلت. حسن. ثقلت. ثقلت. انا ساقرا هذه. اذا اقراها. حسنا. حشيرات. أحسنت. حشيرات. أحسنت. الحمد لله. هيا اقرأ هذه أنت. حسنا. سطحت. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اقرأ هذه يا عمو. اقرأ من كو. تمام. اقرأ. كوشي. كوشي. كوشيتات. كوشيتات. صح. أنت ليش ما تقرأ؟ لا ما تفضل اقرا. خلي عمو يقرا هذه الكلمه. انا ما بدي اقرا. خليه يغريني. انا ما اقول لك اقرا. انا قراتها لوحدي. لماذا لم تقرا؟ اذا قرات بشكل خاطئ لن اعطيك هديه.
اقرأ بشكل صحيح. هذه كلمة ت تونة. ت ت لا لا خاطر خاطئ. ما هو صحيح إذن؟ نسيته خاطئ. أنت علمت الناس على اليوتيوب وأنا لم تعلم. أنا سأبدأ الأزرق وعمي أبدأ الأحمر. هذه لك. لماذا تعطي هذه الهدية؟ حتى يتشجع. حسن ما شاء الله. إن شاء الله يخلي لي. سأتشجع أنا. إذا أقرأ هذه الكلمة أو سوف تأخذ هديتك. ماشي. أقرأها. أنت. أحسن. أقرأها. نعم. وانحر. أخرج. أنا سأقرأ الأحمر. أرسل. لا أرسل. ليس أرسل. لماذا؟ لأن اللام لديها فتحة. نعم نعم ما شاء الله أخطأت. بل لكن لن تذهب الهدية. سنحاول مرة أخرى. سأعطي فرصة أخرى. دخل عمو بشكل صحيح. سأعطي له هذه الهدية. كي يتشجع. نعم. وأن إذا قرأت صح سأخذ الهدية. إذا نتشارك. نتشارك تمام. تعمل كلمات صغيرة جدا وليس كبيرة. نعم. وليس طويلة. كي لا أخطئ. إذا أنا سأعطيك لك هي صغيرة. هذه لا لا طويلة جدا. اقرأ هذه الكلمة الطويلة. قوة. لا قوة. ابدأ من الشدة. قوة. 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 أحسنت. أحسنت. إنه ليس حرف التاء. أنت مربوطة. التاء مربوطة. قوة. قرأتها بشكل صحيح. كلمة الرقاء اللي بعدها التي تليها من سيقرأها؟ أنا. هيا اقرأها. كرة. 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 صحيح. لا. لا ليس كرة. كرة. إنه تنوين الضم. إذا نقرأ هذه الكلمة. سعي. سعرت. أحسن. سعرت. أحسن. ما شاء الله. الكلمة الزرقاء التي تليها ماذا يقرأها؟ أنا. هيا أقرأها. قدمت. لا خطأ. أخطأت. أخطأت يا خالد. أخطأت. إن التاء ليست عليها ضمة إن عليها سكون. هذا صحيح. نعم. قدمت. لا خاطئ. قدمت. أحسن ما شاء الله. كذا. كذبت. أحسن. كذبت. إذا اقرأ هذه الكلمة. زوجت. لا لا خاطئ. خاطئ. ليس زوجت. ما هو صحيح يا خالد؟ ما هو صحيح؟ زوجت. هناك ضمة. إني أخطئ وذهبت هذه. خذها لك أنت. إذا أخطأت لن أعطيك هدية. أعطاني فرصة أخرى. إذا سأعملها صغيرة جدا جدا جدا. أها هدية. لن أخطأ عمو هذه المرة. لماذا لن يخطئ هذه المرة؟ لن أخطئها هذه المرة. سوف يقرأها صحيحة. لأنك أخطأت لها كلمات صغيرة؟ نعم. مروا. مروا. نعم. أنا متأكد منها. أحسنت. نعم. أنا سأقرأ هذه. يلا اقرأها. ربي. نعم نعم. حسن. الآن سأقرأ أنا الحمراء. إذن أنت ابدأ من حرف واحد. نعم. حرف المو. ميم. مو. ميم لديها ضمة. نعم مو. ودال لديها شدة وفتحة. نعم. مدة. مدت. هناك تاء في الآخر. مدت. نعم قرأتها. إنها فيها سكون. نعم. أنت قرأتها جيدا. إذن هذه هديتك. أي والله شكرا.